بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما ينتفع به صبايا سليبر رجالي نسائي ولادي شبابي يصلح لجميع الأعمار بتريد للكبار بتريد للصغار من أسهل ما يكون وبغرزة لطيفة وتغيير شكل كثير سهل وسريع وفيك تشتغلي لكل الأعمار ولكل لكل الجنسين يعني عبارة عن مستصيل أخواتي مستصيل مثل ما كون شايفين مستصيل حلاوته إنه مو كلياته مرينة في تبادل بين المرينة والجورسي تبادل بين المرينة والجورسي تمام هذا كثير سهل وبسيط العرض تبعيته العرض اثنين وعشرين سانتي انا ابتديت أربعة وأربعين غرزة على إبرة أربعة ونص أربعة وأربعين غرزة على إبرة أربعة ونص إذا إبرتك خمسة بتدي أربعين أنا على إبرة أربعة ونص عبارة عن أربعة وأربعين غرزة أربعة وأربعين غرزة أخواتي الغرزة كيف متكونة أول ما بتشتغلي بتبتديها بتشتغلي دورين مرينة بعدين بتشتغلي دور دور الأفا تشتغلي أفا ودور الوجه تشتغلي وجه هلا أنا وياكي هون بنفرجيكي إياها فرجيكي كيف أنا هلا هون وصلانة لدور المرينة هلا هي أول دور بالمرنة هلا الثاني الدور الثاني هيك عبارة عن إنه أول غرزة سحبية عبارة عن مرين يعني كلها عدل 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 هلا بيجيكي كمان دور العدل بدك تشتغليه عدل بيجيكي دور المقلوب تشتغليه مقلوب مو عدل مقلوب تعرفوا انتو الغرزة المرنة بدها كل ادوارها تكون مرنة يعني تكون عدلة او مقلوبة على كيفك هذا لا بيمتاز انه بي كل دورين بنشتغلهم مرنة يعني يعادلوا اربع ادوار وبيجيكي دورين جرسي واحد مقلوب وواحد عدل كثير شغلتها كثير كثير بسيطة هلا هذا الدور المقلوب بدنا نشغله كلها تعدل ليش مشان بدنا نشكل هدول التنتين هاي وحدة وهي تنتين بيجينا دور العدل كمان عدل الدور العدل كله عدل بتعرفي انتي منين تعرفي حالك انتي على العدل من هاد من هذا الخيط هذا الخيط وقت بيكون على اليسار معناته انتي دورك دور عدل منه هذا بيبين معانا انه نحنا بالدور العدل ولا المقلوب هلا نحنا على دور العدل نشتغل كمان عدل تمام هلا دور عدل كلياته هيك لنهاية السطر أربعة وأربعين غرزة إبرة نمرة أربعة ونص إذا كانت إبرتك خمسة بتبتدي أربعين غرزة فقط لا غير أقل إذا كان نمرة الإبرة أقل بدك تقيسي بقى انت بدك تقيسي بالسنتيمتر لحتى تعرفي قديش انا يفضل انك تشتغلي على الاربعة ونص مثلي احسن لاحظوا اخواتي هي وحدة ثنتين هي دورين مرينة جينا دور المقلوب ليكو ها هذا دور المقلوب ليكو الخيط يلا دور المقلوب اشتغلي مقلوب عادي مقلوب ها سحبي اول غرزة واشتغلي مقلوب عادي لا تنسي تشتغلي مرينة كلياته عدل عدل إذا هذا هون في تبادل بين العدل وبين المقلوب نشتغل دورين مرينة ودورين هذا آه جرسة يعني واحد مقلوب واحد عدل ما بده شي كتير سهل نحن لساتنا هون عم نشتغل المقلوب غرزة مقلوب عادية مقلوب كله مقلوب أربعة وأربعين غرزة قديش طلع معانا العرض طلع العرض ثلاثة وعشرين سنتي إذا نمرس إبرتك ثلاثة ونص مثلا ساوي ستة وأربعين ثمانية وأربعين غرزة دايما وقت بتقل النمرة من عدد الغرز تكبر النمرة من عدد الغرز عملي جهدك اخر غرزة اشتغلية بعكس الشغل يلا هلا ساوينا اول دور اول دور بالجورسي هلا تاني دور أخواتي عبارة عن عدل انت بطبيعة حالك بدك تشتغلي هلا عدل ليكا ها هلا بدنا نشتغل عدل طبيعة الحال يعني ما في شي جديد ها يلا اذا كل دورين مرينة بيجينا دورين دور عدل دور مقلوب ودور عدل بس أي تبادل ما بين العدل والمقلوب حلوة وأقل أخذ خيص شفتي المرينة بتاخذ خيص كثير ودائما نفضل إنه نشتغل المرينة على إبرة أكبر أنا خيصي بيتحمل الأربعة مشتغله على الأربعة ونص خيصك بيتحمل الثلاثة ونص اشتغليه على الأربعة نصيحة بتحبي تشتغلي على نفس النمرة على كيفك بس بدك تزيدي عدد الغرز يلا هلا هون نحن عم نشتغل الدور الثاني تبعية الجورسي يلي هو كلياته عديل عديل كله عديل هذا هلا لاحظوا اخواتي شلون تشكل معانا دورين جورسي تبعتوا هدول تنتين مرنة وهدول تنتين جورسي هلا كيف غيرنا هديك المرة بدور المقلوب هلا منغير بدور المقلوب هي دور المقلوب يلا شو منعمل بدا ما نشتغل مقلوب نرجع بنشتغله عدل نرجع نشتغل مرينة مثل العادة فهمتي علي هذا اللي يعني تبادل تشتغلي دورين مرينة دورين جرسي الجرسي عبارة عن دور بس واحد مقلوب وواحد عدل المرينة بدنا مرتين لأنه شفتي هو بينشاء عبارة عن كل كل وحدة تعتبر دورين بس هيك شغلي هلا هذا دور المقلوب تشتغليه كلياته كل عدل عدل بيجيكي دور العدل عدل دور المقلوب عدل وهكذا هلا بس خلصنا بكفي لك شرح على السليبر اخواتي بنشتغل 11 سطر عندي معاي يلا من هون من الطرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 نشتغل 11 سطر من أنو من هدول الصور هدول المرينة نشتغل إدعشر سطر قديش صار معانا طول من بالميزورة من بالميزورة صار الطول 18 سنتي أخواتي 18 سنتي تمام؟ هذا الطول شو شلون بدك تحسبيه هذا الطول بتحطيه هيك لاحظي هيك بتحطيه ما لازم ما لازم يغطي هذا الطرف مثل دايما بنبهكون لازم دائما يكون هذا الطرف مفتوح هذا الطرف مفتوح إذا أخواتي بتخلي الشخص اللي عم تشتغلي له تمسكي هيك وخلي هو يدوس رجله هون يدوس برجله هون تمام ما تفسر دي هاي رجله هاي رجله هذا هون الطرف من ورا بده يجي على الطرف من هون اما من هون بده يضل فيها هالمسافة هي معناته انتي شغله كتير ممتاز هذا العرض هيك على فكرة هاي الغرزة بتمط هاي الغرزة من نوع اللي بيمط دام اشتغلتي 11 دور وصلتي 18 سنتي ممتاز في بعض الرجلين بتكون عريضة ضخمة منطوله شوي مو شرط نساوي 11 انا هون طالع معي 18 ونص كمان <applause> لاحظوا اخواتي 18 ونص انا طالع معي تمام معناته انا هلا وصلت لل... لنهاية السليبر نجي يعني عدي 10 دوار واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 الدور ال11 دور ال11 بتلاقي حالك عم تشتغلي اشتغلتي مرينة هلا اختمي نختم غرزة في الغرزة المرينة الغرزة المرينة يعني كيف هي ختمة الغرزة المرينة مثل ما تعلمنا أول وحدة ختمة عادية نرجع الغرزة وبناخد التنتين من خلف الشغل هاي الغرزة المرينة مشان تكون ايه تكون تكون مرينة معانا ما بدناها تضل شادة وتشد علينا وقت بدنا نلبس السليبر أو الحذاء لكلوك زرموزة هيا الله شو بتقولوا لها بنطفلة شو بتحبوا تقولوا لها قولوا لها جراب صوف ها آه. شايفين أخواتي هيك بدنا نعمل نستمر هيك لحد ننهي كل ال 44 غرزة إذا العرض طلع معانا ثلاثة والطول طلع 18 ونص مثل ما عم قلك إذا رجل الرجل رجل عندك تخينة شوي زيدي زيدي دورين ثانيات شو عليه وإذا كانت الرجل أكبر كمان زيدي عدد الغرز المهم اعملي مثل ما أنا قلت لك بس ساويتي المستقيم هذا المستطيل اللي ساويناه هل حطي الرجل عليها وشوفي يا صارت ولا ما صارت هلا رح أكفي الختمة وأرجع لك هي آخر غرزة هاي آخر غرزة أخواتي ها نختمه خلاص ختمنا هلا كل المستطيل اللي كنا أربعة وأربعين غرزة اللي كنا شاغلينه أربعة وأربعين غرزة يا نسحب الخيط طبعا الايميل الإبر بقى ما بالو نشغل معانا وناخذ هيك بنشده بنشده اخواتي هيك بنشده ناخذ خيط شوي مشان بدنا نخيط فيه السليبر اما بتقولي سليبر او بتقولي جورب زرموزه على كيفك ال3 دي كله بيشتغل كله تمام منقص من ايميل خيط الملازم ما بدنا اياه هذا هو أخواتي لاحظوا عبارة عن مستطيل إذا عرضه 23 طوله 19 أو 18 سنتي مثل ما قلت لك هلا شو بنعمل نطويه هيك هلا بنطويه هيك بدنا على القفا هذا وجهه هذا القفا تمام يلا هاي الإبرة بنجيب الإبرة هلا بدنا نخيط الأمام لاحظوا اخواتي هي هيك صوينا بالطول بس هيك طوي بالطول تمام هذا بالطول صويناه بنجيب الابره هاي الابره ها بدنا هلا نشتغل بشكل دائري بدنا نساويه دائره ها مثل قلت نساوي من بنلفها يلا كل غرزه بنلفها كل غرزه بنلفها هيك بنلف او دي تمشي هيك مع الغرز معلي مشي بتلاقي أنتي غرز المرينا مبينه هي واضحه ها ليك يا يلا هاتي وا مم. نسحبها اللي بعده ها المهم بس تكتخيتي على القفا مو على الوجه خذي الغرز مبينين شو هن يلا ها بسم الله وهي الغرز ها تمام عظيم وصلنا للنهاية هلا هل لاحظي شلون ضبيناها مثل وقت منضب ضب الطاقية شوفي شلون ضبيناها هلا نضب ان شاء الله يكون واضح عليكم اللون اسود بس معلش هو رغبان وبده اياه اسود قال ما بده الوان فواتح سوينا له رمادي قبل قال لا ما بدي انا فواتح لي غامق يلا ها وهلا من نختمه شايفي هاد ما لازم يكون مبين شوفي انا ظفري مبين هون ما لازم يكون مبين من خيصه بدنا خيصه مشان ما تطلع الاصبع منه وشدي ايدك فيه خيصي بنفس الخيط اللي عم تشتغلي فيه خيط الصوف بضلوا اضمن تمام يلا عظيم ها. مكني مكني مشان الاصبع ما تطلع منه عظيم هلا شو بتعملي؟ انت على دور القفا لاحظي شلون السليبر صار هلا هيك شايفه شلون بدك تطبقيه؟ بدك تطبقي هلا هون الطرف على الطرف بدنا نطبق الطرف على الطرف اخواتي قديش لازم نسكر؟ مم ناس بيسكروا 10 سم ناس بيسكروا 11 سم ناس بيسكروا 12 سم هي على الميزوره يلا منقيس قال بيقولوا بدهم مثلا 12 سم سكرت 12 سم يعني لهون شو بيضل الرجل بتضل بس هالمسافه هي انا هون قديش سكرت انا انا هون قديش سكرت لحتى كانت مناسبه على رجله سكرت انا 11 سم تمام مو 12 انا سكرت 11 انت بحسب رجله قيسي رجله قديش لازم تسكري له بتسكري له يلا هلا نجي نعمل هون بعد ما مكنا مزبوط مزبوط نشتغل بقى طرف الطرف أثبت اللف اخواتي لانه هاي بدها كتير بتعرفي الحركة في حركة في شلح وفي لبس تتحمل لازم تتحمل معانا الحركة وبنفس الوقت تعطينا رياحة هيك غرزة اللف هيك باللف ها من بين الغرز بس لانه لونها اسود ما كتير واضحة عليكم بالخياطة قديش بسري دي بسري دي 11 3 دي 12 على كيفك في قابل تحتاجي 10 يكون رقمه عالي مو مشكله المهم انت على قياس رجله للشخص اللي عم تشتغلي وفي قابل تكون إلك انت إيسية في قابل رجلك تكون رفيعة تكون رخمه ما في رخم رخمك واطي وهكذا المهم انا بدي 11 سنتي مشان وازي مثل هاد مثل اللي اشتغلته قبل شوي من إيسو نقيس السبق يلا شوي يلا يعني شوي نوصل 11 ها اهم شيء نمشي طرف الطرف تمام ومنمكنها اخر وحده منكنها لانه هون محل حركه الرجل منمكنها وصلنا 11 وصلنا 11 شايفين اخواتي هي 11 هاش خلاص هلا بدي اخسمها بقى كيف بنخسمها بنخسمها بدورين ثلاثة هيك مشان تثبت معانا وقت الشلح واللبس يعني وقت اشلحها اشلح الجرابات اكيد بنشلحها نشلحها خلصنا يلا هلا بيجينا القفا بقى بدنا نخيط الآفة نحن على دور القفا قفا يعني خلف الشغل لساتنا على الخلف نحن اخواتي منبلش من هون تمام نحلة من هون ها شايفين نحلة من هون يلا نحط خ... نعود الخيط ونخيط من هون هم. يلا طرف عالطرف هون منمكنها مظبوط مصدر حركة كل شي مكان مصدر حركة بدك تأكدي عليه كثير والباقي ما بتفرق هون عند الكاحل تعرفي انتي فوق الكاحل بالأحرى على فكرة بتحبي تلاقيه ساوية طويلة طولية مو طولية طولية بيعمل بالطول هيك لفوق يلا هيك عبارة عن كله بشكل لف هلا بعلمك بشان ما يطلع معك الكعب بشع منظره مثل حذاء الطنبوري نحن نقول حذاء الطنبوري يعني مبواز مشان ما يطلع مبوز او مدبدب من هيك منظره بشع هون بنوصل هلا هيك لهون لاحظوا اخواتي نحن وصلنا هون هلا ناخذ هاي تمام لاحظوا بنجيب ايد اصباتنا مفوثة هون نعمل بشكل دائري يلا بنلفها هيك بنلف الغرز بشكل دائري بدنا نلف هلا بشكل دائري ما بدنا نخلي الغرزة او هون يطلع بثلاث غذاء مبواز نلفها بشكل دائري لاحظتي هيك لفي لفي هيك لف يلا بنلفها فليت الخيط اذا ما بنخيط بشكل مستقيم منشكل بشكل من خيط شكل دائري، لاحظوا اخواتي شلون بتضب شايفين بتضب بشكل دائري، شوفي شلون بتطلع بتطلع كثير حلو الكعب، لاحظي الكعب هون ما بيطلع مبوز بيطلع منظر جميل جدا وما بيطلع منظره بشع اثناء اللبس شايفين كيف هلا ليكي هي اصبعتي ها شوفي شلون طلع منظره منظره جميل جدا بشكل دائري إذا وقت اللي بتوصلي قبل هيك إصبعتك بتساوي على شكل دائرة وبتخيطي ما كتير تغمق عليها بالخياطة يعني بالخياطة مشان كمان ما تضايق أثناء اللبس يلا خلصت هذا هو جورب رجالي يصلح لجميع الأعمار يصلح لجميع القياسات يصلح لجميع الأجناس اللي بدك يا اخواتي ولا اروع من هيك ومريح باللبس جدا جدا هي تبعيت البداية بندككها لجوا ما بنقصها مشان ما يفلت معانا الشغل هي تبعي غرزة الطرف دكية لجوا بعدين بتقصيها شايفين اخواتي هذا هو السليبر سليبر رائع جدا وسهل جدا هذا هو هيك بعد تلاقيه هون هيك على اللبس هذا على اللبس هو هيك وهذا هيك بعض الخياطة ها هاي السليبر سليبر سهل جدا وبسيط جدا وبيناسب جميع الأعمار لا تنسوا نعمل لايك وشير واشتراك واهلا وسهلا فيكم